إذن السلام عليكم أسرة باك فاسيل، ترحب بكم. اليوم إن شاء الله سنقوم بدرس المنطق في الرياضيات الجزء السادس الذي سنتناول فيه البرهان بالتراجع، وذلك من خلال بعض الأمثلة. إذن البرهان بالتراجع هو برهان مهم جدا غادي تحتاجوا هذه السنة في الدرس تاع المنطق، في الدرس تاع المتتاليات، وتحتاجوا بزاف في السنة القادمة إن شاء الله ديال البكالوريا. إذن هذا الدرس ديال البرهان بالتراجع يعتمد على ثلاث مراحل. باش ندير البرهان بالتراجع، البرهان بالتراجع يعتمد ثلاث مراحل. غادي نجي نقول لك مثلا بين ان واحد العباره بي دي ان صحيحة، مثلا صحيحة مهما كان ان ينتمي الى ان. اشنو هما هاد المراحل الثلاث؟ المرحلة الأولى كتاخذ أصغر عنصر كاين عندك. المجموعة ان هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية اللي فيها صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى آخره، هذا الصحيحة الطبيعية. كناخذ صفر، دونك كندير لدينا من أجل ان تساوي صفر، وكنفيريفي غير بالحساب أن بي لا صفر، أن صفر يحقق أن بي لا صفر صحيحة، يعني أن صفر يحقق هذيك الخاصية اللي قال لي. غادي تبان لكم بزاف في الأمثلة. تخيل أنه قال لك مثلا مهما كان ان ينتمي إلى ان نجمة، إذا ما بقيتش غادي ناخذ صفر، غادي ناخذ واحد، لأن أصغر عنصر في ديك الحالة هو واحد. المرحلة الثانية، هاد السؤال اللي قال لك بين أن كترشحوا افتراض، كتقول لي يكون ان من المجموعة ان اللي قال لك، وماذا تفعل؟ تفترض أن بي دي ان صحيحة. نفترض أن بي دي ان راه صحيحة. في المرحلة الثالثة والأخيرة اش كندير؟ كنزيد خطوة إلى الأمام ونبين أن بي دي ان زائد واحد، يعني ذاك ان كنزيد ليه واحد، كنزيد خطوة إلى الأمام صحيحة لكل ان من ان. هذا هو الاساس ديال البرهان بالتراجع، ولكن هذا الشيء هذا غيبان لكم بشكل واضح وجلي، وغيبان لكم بان هذا البرهان بسيط من خلال امثله اللي غادي نختارهم، وغادي تلاحظوا بانه غادي نبقى نعلمكم المرحله الاولى بالحرف اي، المرحله الثانيه دوزي، المرحله الثالثه تروان اي، وهكذا حتى تضبطوا لي هذا البرهان بالتراجع. الله يجازيكم بخير. هو البرهان بالتراجع لا نقاش فيه ولا جدال، غادي يكون في الفرض المحروس ديالكم، هذه ما فيهاش نقاش، ولكن انا كندير لكم هاد الرموز غير باش تفرقوا وتفهموا المراحل. ملي تكون خدام في الفرض ديالك راه داعي ان تشير الى المرحله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، كتخدم عادي. لدينا من اجل ان يساوي صفر، نفترض ان، نبين ان عادي جدا، يعني كوحده متناسقه ديال البرهان. اذا نبدا في الامثله كما العادة، ثلاثة ديال الأمثلة. إذا المثال الأول، بين أن اثنان أس إن أكبر قطعا من إن مهما كان إن ينتمي إلى إن. إذا غنستعمل لأجدك برهان بالتراجع. المرحلة الأولى، بما انه اعطاني ان، اصغر عنصر في المجموعه ان هو صفر، اذا كنقول لدينا من اجل ان تساوي صفر، اذا هنا 2 اس صفر شحال هي؟ 2 اس صفر تساوي واحد. نعلم في الرياضيات بان اي عدد اكس اس صفر كيعطيني هو واحد، ولا عوضت هنا بصفر غتكون هذه ان تساوي صفر، اكبر قطعا من ان، اكبر قطعا من ان اللي تساوي صفر، من هنا اكبر قطعا من صفر. إذا واضح أن واحد أكبر قطرة من صفر، إذا العبارة صحيحة من أجل تساوي صفر، إذا العبارة صحيحة من أجل إن تساوي صفر. إذا درتي هذه الخدمة هذه،
بينتي بان اصغر عنصر كيحقق داكشي اللي قالك بينو راه كتكون سايتي المرحله الاولى. المرحله الثانيه اش غدير؟ غتقولي ثانيا المرحله الثانيه ليكون ان من مجموعه اللي عطاك، ليكون ان من ان. نفترض ان السؤال ديالك بين ان تحوله الى افتراض، نفترض ان 2 اس ام اكبر قطعا من ام. المرحله الثالثه دابا الافتراض، انا غير هكا كنشرح البرام بالترشح باش يتضبط. دونك المرحله الثالثه ماذا سنفعل؟ نبين ان ما بقيتش غادي نحبس عند ان، غتولي هنا ان زائد واحد وغتولي هنا ان زائد واحد، يعني خطوه الى الامام. نبين ان 2 اس ان زائد واحد راه اكبر قطعا من ان زائد واحد لكل ان من ان. وراه الله يجازيكم بخير، راه في هذه المرحله الثالثه لا بدا تخدم بهذه الفرضيه اللي درتي، لا بدا تخدم بها. وكما كنقول ديما الا ما خدمتيش بالفرضيه راه ما كديرش بران بالترجع، راه كترجع. لا بدا تخدم بها بالفرضيه، اذا لاحظ سواء تبدا بها او لا تخدم حتى الاخر وتقولوها بما ان حسب الافتراض على حسب السؤال. اذا هنا ما معنى اصلا ان 2 اس ان زائد 1، ما معنى 2 اس ان زائد 1 اكبر من ان زائد 1؟ معناه ان 2 في 2 اس ان راه اكبر من ان زائد 1، راه هذه هي، لان هنا شنو كاين؟ كاين اس 1، هذه هي 2 اس ان زائد 1، نحتفظ بالاساس اللي هو 2 ونجمع الاسين اكبر من ان زائد 1، هذه هي هذه. ما عندناش الان لدينا حسب الافتراض، اكتبها بالاحمر، لدينا هذه بعدا اش كتكافي؟ تكافي باش تبان لكم 2 في 2 اس ان راه اكبر من ان زائد 1، هذه هي هذه. لدينا حسب الافتراض اثنان اس ان راه اكبر قطعا من ان، هاي الافتراض. من جهه اخرى نعلم ماذا؟ ان اثنان اس ان راه اكبر من او يساوي واحد مهما كان ان ينتمي الى ان، لان المينيموم اذا كان هذا كيساوي صفر المينيموم ديال القيمه اللي تاخذها لي هي ماذا؟ هي واحد. اذا الى درت هذا زائد هذا سيكون اصغر من هذا زائد هذا، يعني الى سميت هذا التعبير هذه، الى سميت هذه رقم واحد وسميت هذه رقم اثنان، غيكون عندي واحد زائد اثنان يستلزم ماذا؟ ان اثنان اس ان زائد اثنان اس ان اكبر زائد اكبر منه يساوي، يعني اكبر قطعا من ان زائد واف زائد واحد. اذا اثنان اس ان زائد اثنان اس ان هي ماذا؟ هي اثنان في اثنان اس ان اكبر قطعا من ان زائد واحد. دونك شكون هي هذه؟ يستلزم ان اثنان اس ان زائد واحد راه اكبر قطعا من ماذا؟ من ان زائد واحد. وكنكون شنو وصلت؟ وصلت لانني بينت هذه. ملي كنبين هذه كترجع ما تنساش بينت هذه، كترجع تقولي وبالتالي خلاصه هنا، وبالتالي مهما كان ان ينتمي الى ان راه 2 اس ان اكبر قطعا من ان. كنتمنى انه هذا المثال الاول يكون واضح. ننظر الى مثال اخر، مثال اللي اختارينا مثال اخر كلاسيكي معروف بزاف، غادي نخدموه ببساطه. اذا مثال 2 مثال 2 بين ان 1 زائد 2 زائد 3 زائد وصولا الى ان تساوي ماذا؟ ان عامل ان زائد 1 على 2 مهما كان ان ينتمي الى ان نجمه. اذا الان هذا هو المثال الثاني، اذا المراحل ديالنا هو عطيني ان نجمه، اذا العنصر اللي انا اخذ واحد. إذا في المرحلة الأولى
لدينا من أجل N تساوي واحد. إذا كان N تساوي واحد يعني غنخدي الواحد بوحدو واحد خصو يساوي ليا أشنا هي هاد N؟ هاد N كتساوي عدد الحدود اللي كاين عندي هنا، عدد الحدود راه تعلمنا في الدرس السابق وحتى اللي غيشوف المتتاليات من بعد كيفاش كنعرف عدد الحدود. كنشد الخر اللي هو N، الخر هنا هو N، كنقص منه واحد، كنشد الأخير وكنقص منه واحد وكنزيد واحد، دونك N ناقص P زايد واحد، الحد الأخير ناقص الحد الأول وأضيف ماذا؟ وأضيف واحد. مثلا عندك واحد زايد جوج زايد ثلاثة زايد أربعة زايد خمسة، تخيل أنت ما عرفتيش شحال من عدد عندك هنا، أش كدير؟ كتشد هاد الأخرين شكون هو؟ هو خمسة، كتنقص منو الأولاني شكون هو؟ هو واحد، وكتزيد مازال واحد، النتيجة عندك خمسة د الحدود هنا كتشوف فيهم. ولكن إلى مثلا عندي مثلا 63 مثلا زايد 64 وصولا إلى مثلا 2016 السنة اللي إحنا فيها، بغيت نعرف شحال من حد كاين هنا، كاين الحد الأخير 2016 كنقص منو الحد الأولي هو 63 وأضيف واحد، هادي غنشوفوها أيضا في المتتاليات إن شاء الله. ما عيناش هنا، دونك القيمة اللي على أي حال القيمة اللي عندي بالنسبة لـ N كيساوي واحد، القيمة اللي عندي بالنسبة لـ N كيساوي واحد معناها أنه هنا غيكون واحد، لأن يعني N خدا قيمة واحد، وهنا شيكون واحد زايد واحد على اثنان، إلا لاحظنا هادي واحد زايد واحد جوج فيها واحد هي جوج على جوج كتعطيني واحد، إذا هاد النتيجة صحيحة، إذا العبارة صحيحة من أجل N تساوي واحد. إذا ملي كتبين بأنها صحيحة بالنسبة لأصل العنصر كتشد هذا السؤال وكتحولو لافتراض. المرحلة الثانية ليكن N ينتمي إلى أي نجمة، نبين نفترض عفوا نفترض أن واحد زائد اثنان زائد حتى الـ N تساوي ماذا؟ N عامل N زائد واحد على ماذا؟ على اثنان. أش خصني نبين في المرحلة الثالثة؟ نبين ان لاحظ الان اش ندير، غندير واحد زائد اثنان زائد حتى نوصل لان، ما غاديش نحبس في ان، خصني نزيد خطوه للامام زائد ان زائد واحد، وهنا الان انا هاد ان ما غاديش يبقى ان، خصو يولي ان زائد واحد، وهاد ان زائد واحد ما غاديش يبقى ان زائد واحد، نزيد خطوه خصو يولي ان زائد اثنان على ماذا؟ على اثنان. اذا خصني نوصل لهادي، الى وصلت لهادي غنرجع نقول هذا الشيء كاين. اذا ماذا سنفعل؟ سنستخدم الافتراض ديالنا، لدينا حسب الافتراض، انت معايا راه سهل، لدينا حسب الافتراض واحد زائد اثنان زائد وصولا الى ان تساوي ماذا؟ ان عامل ان زائد واحد على اثنان. اذا واحد زائد اثنان زائد وصولا الى ان زائد هاد ان زائد واحد اللي تزادت هنا غادي تساوي لنا ماذا؟ غتساوي لنا هذا بعدا، اش كيساوي؟ كيساوي هذا الخير هذا، غيساوي لنا ان عامل ان زائد واحد على اثنان، وما ننساش نزيد هاد ان زائد واحد اللي كاين هنا. اش خاصني باش نحسب هذا الخير؟ تو سامبلومون واحد المقام، يعني هنا ندير جوج عامل ان زائد واحد على جوج، وبعد ذلك شنو كيبان لك؟ كيبان لك ببساطة بأنه يمكنك تعمل بإن زايد واحد، ها هي هنا وهي هنا. إذا ملي غنعمل بإن زايد واحد أش غيكون عندي؟ غيكون عندي إن زايد واحد عامل أش كيبقى خارج الأقواس؟ إن زايد اثنان، إن زايد اثنان على ماذا؟ على اثنان، وكتكون ظهرتي هادي لاحظ وصلنا لهادي، ملي وصلنا لهادي ما عمرك تنسى الخلاصة، خلاصة مهما كان إن ينتمي إلى النجمة راه واحد زائد اثنان زائد ثلاثة زائد أربعة وصولا إلى زائد إن تساوي ماذا؟ إن عامل إن زائد واحد على اثنان. المثال ديالنا الثالث والأخير،
المثال الثالث بين ان مهما كان ان ينتمي الى ان نجمه 1 اس 3 زائد 2 اس 3 زائد 3 اس 3 زائد حتى نوصل ان اس 3 تساوي ماذا؟ ان اس 2 عامل ان زائد 1 الكل اس 2 على ماذا؟ على 4. اذا هذا سنستعمل ماذا؟ البرهان بالترجم. مجددا اعطاني ان نجمه، اذا اش خصني ناخذ؟ خصني ناخذ القيمه 1. دونك لدينا المرحله الاولى، لدينا من اجل ان تساوي 1. الان الى اخذ ان القيمه 1 يعني غنحبس غير عند هذا 1، 1 اس 3 هاد ان خصي يساوي 1، نشوف واش غتعطيني 1 اس 2، هاد ان خصي يساوي 1 هي 1 زائد 1 لكل اس 2 على ماذا؟ على 4. هذا هو 1، 1 اس 3 هو 1، ارى لي هادي 1 زائد 1 شحال؟ 2، لكل اس 2 شحال؟ 4، في 1 اس 2 معناها 4، على 4 كتساوي 1، اذا العباره صحيحه من اجل ان تساوي 1، اذا العباره صحيحه من اجل ان تساوي 1. المرحله الثانيه كنشد هذا السؤال هذا كنحولو الى فرضيه ليكن ان من ان نجمه ولا عنصرا من النجمه. نفترض ان كنشد السؤال ديالي كندير كوبي كولي تو سامبلومون، 1 اس 3 زائد 2 اس 3 وصولا الى ماذا؟ الى ان اس 3 تساوي ماذا؟ ان اس 2 عامل ان زائد 1 لكل اس 2 على ماذا؟ على 4. المرحله الثالثه والاخيره غادي نزيد خطوه الى الامام، انا ما غاديش نوقف عند ان، غادي نزيد ان زائد 1. لاحظ اش خصني نبين؟ نبين ان 1 اس 3 زائد 2 اس 3 زائد 3 اس 3 زائد ان اس 3، وما خصنيش نحبس هنا، نزيد مازال خطوه ان زائد 1 لكل اس 3 خصها تساوي، اذا هنا هاد ان خصني تعوض ب ان زائد 1، اش غتولي هادي؟ غتولي ان زائد 1 لكل اس 2. كنتمنى انكم كانت كتعلموا، وهاد ان ملي غنعوضها ب ان زائد 1، هاد ان ملي غنعوضها ب ان زائد 1 غيتزاد ليها مازال هاد 1، غتولي ان زائد 2. ان زائد 2 الكل اس 2 والمقام ما كيتبدلش على 4. اذا خصنا نوصل لهادي، الى وصلت لهادي كنرجع نقول اذا هادي راه كاينه. لدينا حسب الافتراض 1 اس 3 زائد 2 اس 3 زائد 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 وصولا الى ان اس 3 تساوي ماذا؟ ان اس 2 عامل ان زائد 1 لكل اس 2 على ماذا؟ على 4. اذا 1 اس 3 زائد 2 اس 3 زائد 3 اس 3 زائد 4 اس 3 وصولا الى ان اس 3 زدنا لها مازال ان زائد 1 لكل اس 3 ستساوي ماذا؟ انا عندي بعد هذا كيساوي هذا كيساوي لي هذا كيساوي لي ان اس 2 عامل ان زائد 1 لكل اس 2 على 4، وغنزيد لي هذه ان زائد 1 الكل اس 3. بطبيعه الحال خصنا ماذا؟ خصنا نحدو المقام، إذا خصنا نحدو المقام، إذا خصني نضرب الفوق والتحت في 4. من بعد اش كيبان ليا؟ كيبان ليا بأنني ممكن نعمل بإن زايد 1 لكل أس 2، هنا كاينة إن زايد 1 لكل أس 2، وهنا كاينة إن زايد 1 لكل أس 2 فوق إن زايد 1، راه باينة، إن زايد 1 لكل أس 3 هي إن زايد 1 لكل أس 2 فوق إن زايد 1، كيما أن إكس أس 3 راه هو إكس أس 2 في إكس، هادي باينة. إذا هنا كاينة إن زائد 1 لكل أس 2 كاينة في الداخل ديال هنا، إذا إن كيفاش نعمل بها؟ هي غتساوي ليا إن زائد 1 لكل أس 2، من هنا أش كيبقى ليا؟ كتبقى إن أس 2، وهنا غتبقى 4 فوا إن زائد 1، ها هي 4 فوا إن زائد 1 غتعطيني 4 إن زائد 4، غير باش تبان لكم، هي 4 إن زائد 4، على ماذا؟ على 4 المقد. إذا التلاميذ ديال الأعزاء كيعرفوا بأن هذه راه متطابقة، هذه راه إن زائد 2 لكل أس 2، غنوصل إن زائد 1 لكل أس 2 عامل ماذا؟ إن زائد 2 لكل أس 2 على ماذا؟ على 4. إذا لاحظوا أنني وصلت لهذه، ملي كنوصل لهذه خلاصة
مهما كان ان ينتمي الى ان نجمه راه واحد اس 3 زائد 2 اس 3 وصولا الى ان اس 3 تساوي ماذا؟ تساوي ان اس 2 عامل ان زائد واحد كل اس 2 على ماذا؟ على 4. كنتمنى اننا نكون افدناكم وصلت بك فصيلة. اتمنى لكم التوفيق. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.